يا نهار أبيض، أنا شعري بدأ يقع. يا رب بس يكون عوامل تغيير الفصول، تبقى كارثة لو اللي في دماغي طلع صح. هل أنتم راضون عن شعركم؟ أنا ناصر، وكما لاحظتم أنا أصلع. يا ترى مين من الفنانين اللي كانوا زي ناصر وبيعانوا من الصلع، وعملوا إيه علشان يتجنبوا الموضوع ده، وليه أصلاً لجأوا للحلول دي؟ أنا ماريا مجدي، وكل ده هنعرفه في الفيديو ده. حلوين من يومهم والله وقلوبهم كويسة، دي مش مجرد أغنية بنغنيها، الشكل مش كل حاجة. طب تفتكروا ليه كتير من النجوم غيروا من شكلهم؟ عايزين يرتبطوا أو يتجوزوا مثلاً؟ ولا علشان المظهر والصورة والتمثيل والحكاية مفهاش ستات أصلاً؟ ده اللي هنعرفه مع بعض دلوقتي. الحقيقة إنه موضوع الصلع ده ممكن يكون وراثي والإنسان ملوش دخل فيه، يعني حاجة بتاعت ربنا، يا إما ترضى باسمتك ونصيبك وشكلك زي ما هو، أو تعمل زي ما كتير من النجوم ما عملوا. عندك مثلاً الفنان ملك الترسو فريد شوقي اللي كان بيعاني من الصلع الوراثي، وفعلاً ظهر في بداية حياته الفنية عنده فراغات كتير في جوانب راسه زي فيلم الصراع في الوادي، ولكنه عالج الموضوع ده وشفناه في باقي أعماله زي مسرحية شارع محمد علي، وما كانش أصلع ولا حاجة، وده علشان كان لابس باروكة. وكمان الفنان محمود المليجي اللي ظهر في كتير من الأفلام بصلعته الطبيعية، وكانت واضحة قوي في مسرحية غراميات عفيفي لدرجة إنها كانت بتعكس الضوء زي المراية، وبعد كده لبس الباروكة فترة ولكن تخلى عنها ومثل بطبيعته زي فيلم أيوب. لما نتكلم عن لبس الباروكة أكيد مش هننسى الزعيم عادل إمام. لو افتكرنا بدايته في الستينيات هنلاقي أغلب أعماله عنده صلعة في مقدمة راسه وكانت باينة جدا، بس مع مرور الوقت لبس الزعيم الباروكة، وفي آراء بتقول إنه زرع شعر وبقى جزء ما يتجزأش من شخصيته قدام وورا الكاميرا. طب فاكرين سمير غانم لما كان مع ثلاثي أضواء المسرح؟ كان عنده صلعة كبيرة جدا لدرجة لما بنتفرج على أفلامه القديمة وأعماله الجديدة بنسأل هو مين ده؟ طب فاكرين فيلم الحفيد وحيد سيف؟ فاكرين شكل شعره كان عامل ازاي وبعدين باقي أعماله ظهر فيها ازاي؟ برضو وحيد سيف من الفنانين اللي خلوا الباروكة جزء منهم طول الوقت، كان أوقات بيلبسها وأوقات لأ، ويخلي البساط أحمدي لو عنده عمل يتطلب ده تمام، لأ خلاص يتخلى عنها. هو الفنان أحمد آدم، وده في كتير من أعماله زي شخصية القرموطي في سر الأرض وفيلم معلش احنا بنتبهدل، يعني أصله هيتبهدل فيه فليه يلبس باروكة. وحقيقي في كتير من الفنانين زي أحمد ماهر وسمير صبري وعزة تبعوه، وكمان في نجوم كتير من الجيل الجديد، منهم اللي اتجه لزراعة الشعر، ومنهم اللي لبس باروكة، ومنهم اللي فضل يبقى أصلع. يا لهوي فين الصلعة يا حاج؟ لا ما أنا زرعتها. زرعتها ويا ترى هتطرح ايه تاني يا حاج؟ بالظبط كده، اول ما تلاقوه زرعها خافوا منه وحرصوا عليه، اديكوا شفتوا الحاج متولي عمل ايه بعدها. باروكه محمد هنيدي بقى حطته في موقف غريب، وده لما معجب قال له هو انت ليه لبست باروكه او عملت زرع شعر؟ احنا بنحبك زي ما انت على فكره، ومش عايزينك خالص تغير من شكلك، انا وحشني هنيدي القديم. محمد هنيدي رد عليه يا سيدي احنا عيله بتزرع شعر صدرها علشان تحسن من مستوى شكلها. وأظن صعيدي في الجامعة الأمريكية أوضح دليل على ده، ولكن في حواره مع وفاء الكيلاني لما طلبت منه يقلع الباروكة رفض وقال لها أنا خجول، وده اللي خلى كتير من الجمهور يشك إنها فعلا مش باروكة وإنه فعلا زرع شعر. النجم التونسي صابر الرباعي في بداياته كان بيعاني من الصلع، ولكن بعد كده زرع شعر وبقى شكله مختلف تماما. كمان الفنان تامر حسني، هل شكله في نور عيني زي شكله دلوقتي؟ نجوم الكوره، هل ممكن ننسى الكابتن وائل جمعه؟ طول عمره اصلع بمعنى الكلمه، شفته دلوقتي شعره قد ايه؟ في بقى نجوم لا زرعوا شعر ولا لبسوا باروكه وفي منتهى الكاريزما والوسامه، اكيد عارفينهم، الفنان احمد مكي والفنان احمد صلاح حسني. يا ترى انتوا بتشوفوا شكل النجوم بيكون طبيعي بعد الباروكة او زراعة الشعر؟ يعني بما ان فنان زي عزة أبوعوف كان كتير قوي بينتقدوه بسبب الباروكة اللي شكلها فعلا مش طبيعي، وهل النجوم دول بتحبوهم زمان وهم صلع ولا بعد ما عالجوا المشكلة دي بطريقتهم؟